عمرو جمال مبروك الفوز والصعود والتأهل. ألف مبروك وألف مبروك على الشعب المصري. الحمد لله خطوة كويسة، رجعنا لأمم أفريقيا اللي جاي أحسن إن شاء الله. بنوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية تبقى أحسن والمنتخب يبقى أحسن بإذن الله. يعني عمرو جمال موجود مع منتخبنا وبقوة وفي ثقة من مستر كوبر فيه. طبعا أنا شكرت الجهاز الفني أكتر من مرة، سواء موجود في الملعب أو بره الملعب، كلنا هنا الهدف واحد هو منتخب مصر يعني، والحمد لله هو المنتخب اللي مكمل. احنا بس بنحاول نساعد، واي حد يبقى موجود يساعد المنتخب اهم حاجه يكمل ويوصل لحاجه كويسه. مبروك يا عمرو.